بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن انتهينا من عمليات الشراء، سنتحدث عن عمليات البيع، وهو شكل معاكس لعمليات الشراء، حيث أن المبيعات من الحسابات الدائنة. المبيعات من الحسابات الدائنة، وهي مرتبطة ببيع البضاعة، مرتبطة ببيع البضاعة. عندنا 4 أشكال لبيع البضاعة. عندنا الشكل الأول اللي هو بيع البضاعة نقدا عن طريق الصندوق، وطبعا احنا بنبيع الزبائن، والزبائن عندنا في السؤال اللي هو محلات الهدى. ثم بعد ذلك بيع البضاعة عن طريق اللي هو تحصيل شيك اللي هو عن طريق البنك، ثم بيع بضاعة على الحساب اللي هو بالأجل أو دين، مهم جدا مصطلح دين، وبيع بضاعة بموجب كمية. تعال مع بعض ناخذهم فقرة فقرة. تم بيع بضاعة مبيعات. نقدا اللي هو صندوق، أو نقدا من الصندوق اللي هي صندوق. الآن حددت الأطراف، عندي مبيعات عشان يكون الأمر واضح، وعندي صندوق وعندي صندوق. طيب مين المدين ومين الدائن؟ مين المدين ومين الدائن؟ الآن أنا القاعدة عندي بتقول إنه المبيعات تصنف من الحسابات، بيع بضاعة، والمبيعات من أنا حبة تصنف من الحسابات إيش؟ من الحسابات الدائنة. المبيعات تصنف من الحسابات الدائنة. يبقى عندي المبيعات دائن، يبقى الصندوق مدين، يبقى الصندوق مدين، بعكس عمليات الشراء تماما. كنا نقول المشتريات مدينة والصندوق تابع لها دائن. الآن الصندوق تابع للمبيعات، المبيعات دائن والصندوق مدين. يبقى عندنا المبيعات دائن والصندوق مدين. حددنا الأطراف وحددنا كل طرف طبيعته، هل هو مدين أو دائن. طيب هنبدأ بمين؟ هنبدأ بالمدين. هنبدأ بالمدين. مين عندنا في السؤال المدين؟ الصندوق. باجي باخذ الصندوق. طيب بديت بالمدين، من حساب الصندوق إلى حساب، آسف، من حساب الصندوق إلى حساب المبيعات، من حساب الصندوق إلى حساب المبيعات، وهي 3000، هي 3000. جيد. طيب نيجي الفقرة اللي بعد. تم بيع بضاعة مبيعات، تم بيع بضاعة اللي هو إيه؟ مبيعات. طيب بموجب شيك اتفقنا إن اللي هي بنك على طول مباشرة، قول واحد. يبقى عندي مبيعات وعندي اللي هو إيه؟ بنك. عندي مبيعات وعندي بنك. طب مين المدين ومين الدائن؟ القاعدة بتقول لك المبيعات دائن، يبقى إذن البنك مدين. طب هبدأ بمين؟ هبدأ بالمدين. ديروا بالكم يا جماعة، في المحاسبة ببدأ قيدي بالمدين، لأنه أنا عندي حرف المين، مدين يعني. ببدأ بالمدين، باخذ المدين كترول زائد سي، و ثم بعد ذلك باخذ الدائن اللي هو المبيعات. كل مطلوب مني نحط القيمة 3000. تمام جيد. طيب نيجي اللي بعده. تم بيع بضاعة برضه مبيعات. طيب على الحساب. الآن لما نرجع شوي للمشتريات، لما كنا نقول تم الشراء بضاعة مشتريات، على الحساب تاخد مصطلح دائنون. كنا نقول تم شراء بضاعة مشتريات والمشتريات مدين. الطرف الآخر اللي هو كنا نقول عنه دائنون، لما حطينا كلمة دائن حطنا لها واو ونون. الآن المبيعات عكسها، المبيعات دائن، يبقى الطرف الثاني حيكون ايش؟ مدين. ها مدين، خدين بالكوا مدين، ها، وبحط له اللي هو ايش؟ واو ونون، صار مدينون. هنبدأ طبعا بالمدينون، هنبدأ بالمدينون، ثم بعد ذلك عندنا المبيعات. كل المطلوب منا نحط القيمة ونحدد اسم المدينون اللي هو محلات الهدى أو الهدى سيان، مش شرط يعني معقدها كتير. يبقى
طيب نيجي للحال الأخير، تم بيع بضاعة كذلك قلنا مبيعات، بموجب كمبيالة. لما كنا نقول تم شراء بضاعة كنا نقول مشتريات، بموجب كمبيالة اشتريت بدي أدفع، فرحت حطيت أوراق دفع. الآن اشتريت بدي أقبض لأوراق قبض، أوراق قبض. يا سلام، ما أسهل الفقرة لو الواحد ركز فيها بس دقيقة واحدة، وصار عندي مبيعات أوراق قبض. طبعا مين المدين؟ أوراق القبض. طب مين الدائن؟ المبيعات. طب قل لي كيف فسرتهم؟ بقول لك بكل سهولة، أنا عندي تم بيع بضاعة مبيعات، بوجب كمبيالة أوراق قبض، عندي مبيعات وعندي أوراق قبض. القاعدة بتقول لي المبيعات دائن، يبقى إذا أوراق القبض مدين. طيب حبدأ بمين؟ طبعا أكيد حبدأ بالمدين، أكيد حبدأ، معلش علقت، أوراق قبض، وعندي هنا المبيعات أو مبيعات سيان عشان سرعة الحل، وهي مبيعات. كل المطلوب مني أحط 3000 و3000. يبقى الشاهد أنه أنا في كل الحالات عندي مبيعات 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 مبيعات، المبيعات دائن والطرف الآخر مدين. لكن لما أجي أسجل العملية، طبعا نظام قيد مزدوج، ببدأ بالمدين اللي هو الطرف الثاني، والمبيعات بيكون الطرف الدائن. لو نظرنا على كل الحل هلاقي المبيعات أجت في الطرف الدائن، لأنها قاعدة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل